بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رسولنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وعمل الخير في شهر الخير، شهر رمضان، وفي البلد المبارك بلد الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وعلى صالح العمل فيه، فإنه جواد كريم سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، إن من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان بلوغ مواسم الخير، وأن يكون في مكان أيضا في مكان مبارك له مزية على سائر البقاع، فشرف المكان وشرف الزمان عطية من الله المنان. قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالذي خلق الأماكن هو الذي اختار واصطفى، والذي خلق الليل والنهار وخلق الزمان هو الذي اختار واصطفى، والذي خلق الإنسان هو الذي اختار واصطفى، فهذا حقه جل جلاله، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب: لا والله، لا يمكن أن يكون المخلوق كالخالق جل جلاله. فالذي خلق الأماكن اختار هذه البقعة المباركة واختصها وميزها وشرفها وذكر ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو الذي اختاره ليكون فيه أول بيت لعبادة الله عز وجل على ظهر هذه الأرض، وهو الذي اختاره ليكون مباركا، وهو الذي اختاره ليكون هدى للعالمين، وهو الذي اصطفاه فحرمه يوم خلق السماوات والأرض، فقال الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالذي حرم هذه البقعة هو خالقها جل جلاله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهو الذي جعلها أمنا وجعلها مثابة للناس، فقال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وها نحن نرى أثر هذه الخصيصة المثابة في مثل هذا الزمن المبارك، حين نرى وفود الناس وفدوا إلى بيت ربهم، إلى الكعبة الشريفة القبلة المكرمة من كل مكان، لأن الله عز وجل جعل هذا البيت مثابة للناس. وكذلك جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس،
فقال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس. وما جعل الله عز وجل القيام للناس كما ورد في القرآن إلا في أمرين: أما الأمر الأول فهو المال، وهذا نجده في قول ربنا عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالناس أدركوا أن المال قوام الحياة. وأما الأمر الثاني الذي جعل الله عز وجل فيه القيام للناس فهو الكعبة. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فلذلك قيام دين الناس ربطه الله عز وجل بهذا البيت، فما دامت الكعبة باقية فدين الناس باقي، فإذا ذهبت الكعبة ذهب الدين ولا إسلام على ظهر الأرض. وكذلك قيام أبدان الناس، فما دامت الكعبة باقية فالحياة باقية للناس، فإذا سقط بناء الكعبة قامت القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وقال ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فإذا هذا من القيام الذي ربط بالبيت، بل قيام المال أيضا مرتبط بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا من القيام الذي ربط بهذا البيت. ومن القيام أيضا ما أشار له من علماء التفسير، وهو مدنية أهل الإسلام المميزة القائمة على اجتماع البشر على اختلاف ألوانهم وتنوع لهجاتهم، يجتمعون في هذا المكان على عبادة رب واحد، ويتفقون في عبادة واحدة وشعائر واحدة، ويجدون بينهم من المحبة والألفة والمودة مع قرب التقائهم، فيشعر كل واحد منهم أن من بجواره هو أخ له، وأنه يحبه، وأنه يألفه ويأنس به. وما ذلك إلا لما أكرم الله عز وجل به الناس في هذا البلد المبارك. فإذا هذا شرف المكان. ولما كان هذا المكان بهذه الميز والخصائص، فالله سبحانه وتعالى أعطى قاصديه من الخير العظيم، وهي تلك البركة التي يسرها الله عز وجل لهم، يسرها الله لقاصد هذا البيت، والتي يشير العلماء فيها إلى مضاعفة تلك الأجور التي يعطاها من قصد هذا البيت وعمل فيه بالعمل الصالح، فإنه يكافأ عليه بالأجور المضاعفة. وأصل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عن مضاعفة أجر الصلاة في هذا المسجد الحرام، وأنها تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. فإذا هذا أجر العمل الصالح، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالبركة، والتي منها ديمومة العمل الصالح. فإنك لا تجد مكاناً في الدنيا تستمر فيه العبادة آناء الليل وأطراف النهار سنين عدد كما تجده في هذا البيت العتيق. فإن العبادة نحو الكعبة وبجوارها لا تتوقف بالطواف حول الكعبة إلا في الوقت الذي تكون العبادة نحو الكعبة بأداء الصلاة. فإذا هذا بيت العبادة، بيت الطاعة، بيت عبادة رب الأرباب سبحانه وتعالى. فهذا هو البلد المبارك، وهذه من البركة التي في هذا البيت
ديمومة الطاعة والعبادة والعمل الصالح فيه، فهذا من بركة المكان، وهذا من الاختيار والاصطفاء. أما الزمان فالله سبحانه وتعالى خالق الزمان، خالق الليل والنهار، فهو الذي أيضا اختار من الزمان بعضه وفضله وميزه واختصه. وإن مما اختص الله عز وجل من الزمان يوم الجمعة، فهو خير الأيام. ومما اختص الله عز وجل أيضا يوم عرفة. ومما اختص الله عز وجل أيضا يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. ومما اختص الله عز وجل أيضا يوم الاثنين. ومما اختص الله عز وجل أيضا من الأزمنة شهر رمضان، سيد الشهور وأفضل شهور العام شهر رمضان. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا هذا هو الشهر الكريم المبارك الذي افترض الله سبحانه وتعالى فيه على الناس عبادة الصيام، فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة صيام شهر رمضان. وأيضا أعطى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من الخير والعطايا في هذا الشهر الكريم ما لم يعطها في أي شهر آخر من عفوه ومغفرته ومن عطاياه العظيمة الجزيلة. فإن الله يكرم العباد في هذا الشهر الكريم بعطايا عظيمة من العفو والمغفرة ومضاعفة الأجر. لذلك من بلغ رمضان ولم يغفر له فقد خاب وخسر. إذا أكرم ببلوغ هذا الشهر الكريم ثم خرج منه ولم ينل من تلك العطايا العظيمة الجزيلة، فهذا حقيقة هو الخسران، وهذا حقيقة هو الذي لم يغتنم عطايا الكريم الرحيم الرحمن جل جلاله. أيها الإخوة الأكارم، كذلك الإنسان، فكما أن الله عز وجل من الأماكن اختار ومن الزمان اختار، فكذلك من الناس. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر الأنبياء، والله سبحانه وتعالى أيضا وجعلهم صفوة وجعلهم هم الخيرة من الناس كلهم. واصطفى الله عز وجل من الأنبياء أولو العزم من الرسل، وهم الأنبياء الكبار، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى كليم الله عليه السلام وعيسى عليه السلام روح القدس ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أولو العزم من الرسل الخمسة، وهم أفضل الأنبياء. وقد جاء في الحديث أن عدد الأنبياء والرسل كثير، فعدد الأنبياء 124,000 نبي و314 رسولا جما غفيرا. فمن هؤلاء اصطفى الله أولو العزم هؤلاء الخمسة، ثم من هؤلاء الخمسة اصطفى الله عز وجل الخليلين، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد عليهما الصلاة والسلام. وهؤلاء هم خير الأنبياء والرسل قاطبة. وإننا نجد أن هذا المكان الشريف المبارك ارتبط تاريخه مع هذين الإمامين، مع الخليلين، ارتبط تاريخه مع خليل الله إبراهيم، فهو الذي أسكن زوجه هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي في وقت لم يكن فيه أحد، وهو الذي عليه الصلاة والسلام بوأ الله له مكان البيت فرفع قواعده، وهو الذي نزل عليه هذا الحجر
من الجنة الحجر الأسود فوضعه في مكانه، وهو الذي نزل عليه المقام مقام إبراهيم من الجنة فارتقى عليه وأكمل بناء الكعبة. فهذا البيت بيت إبراهيم خليل الرحمن خليل رب العالمين الذي اصطفاه الله فجعله للناس إماما. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فربطه بهذا البيت الإمام فرفع قواعد البيت، ثم بعد أن رفع قواعد البيت أرسل الله عز وجل له جبريل عليه السلام ليريه حدود الحرم، فإن للكعبة فناء، وهذا الفناء هو الأرض الحرام. وما هو الحد الذي يفصل هذا الفناء عن غيره؟ يسمى أنصاب الحرم. فأنصاب الحرم أي هي الحدود التي ما كان من داخلها من جهة الكعبة فهو أرض حرام، وما كان خارجها فهي أرض حلال. فلذلك هذه الحدود بعث الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى الخليل إبراهيم فأخذه ووقف معه على تلك الحدود، فكان جبريل يري الخليل إبراهيم موضع حد الحرم، وكان الخليل إبراهيم يضع أنصاب الحرم، حتى فعل ذلك في كل ما يحيط بالكعبة، فكان ذلك حدود حرم مكة، فالخليل إبراهيم هو واضعها. ثم بعد أن بنى البيت وبعد أن وضع حد الحرم أمره الله وعهد إليه أن يطهر هذه الأرض المباركة وأن يطهر هذه الأرض الحرام، فقال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. فقام بالتطهير لهذه البقعة لتعد لمن؟ لتعد للطائفين، للقائمين، للمصلين، للذاكرين، للعابدين، فإن هذه البقعة إنما هي لهذه الفئة صفوة الخلق، صفوة البشر. فيكلف خليل رب العالمين أفضل الأنبياء مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يكلف بتطهير البيت وتهيئته وتنظيفه تهيئة لعباد الله المؤمنين. ثم بعد أن هيأه يأمره ربه عز وجل أن يؤذن في الناس بأن يفدوا إلى بيت ربهم حاجين ومعتمرين. إذن هذا ارتباط الخليل إبراهيم بهذا البيت المبارك. إذن هو رافع قواعد البيت، هو من نزل عليه الحجر الأسود والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، نزلتا على الخليل إبراهيم عليه السلام، فوضع الحجر في مكانه في ركن الكعبة وارتقى على المقام ليتم بناء الكعبة، وجعل الله عز وجل هذا المقام آية من آيات ربنا عز وجل في هذا الحرم، آية بينة. قال الله عز وجل فيه: آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أما خليل الله محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، النبي الخاتم الذي أكمل الله عز وجل به ذلك البناء العظيم الذي تكون من تلك الصفوة من الأنبياء والرسل الذين مروا في 70 أمة في أحقاب ومدد لا يعلمها إلا الله، فكان خاتمتهم وكانت الدرة تلك القلادة هو هذا النبي الخاتم، النبي المكي الذي بعثه الله عز وجل من عند البيت ومن جوار البيت، فمولده بمكة شرفها الله، ونشأته فيها وبعثته فيها عليه الصلاة والسلام وقبلته فيها. فإذا هذا البيت
هو مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه القرآن فيه، فإن هذا القرآن أنزله الله عز وجل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مهبط هذا الوحي أم القرى مكة شرفها الله، وحظيت في من هذا القرآن بالنصيب الأوفر، فما لا يقل عن ثلثي هذا القرآن العظيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة شرفها الله. إذن هذا مهبط الوحي، فإذن هنا شرف المكان، واليوم نقول أيضا شرف الزمان شهر رمضان، ثم هذا الوافد إلى هذا البيت العتيق. يا إخوتي، ليس في الدنيا وافد إذا وفد إلى مكان وإذا فارق أهله وبيته وداره وخرج من بيته وداره وأهله فيجرد من الانتساب للانتساب الدنيوي ويعطى ما هو أعلى وأجل وأشرف إلا ثلاثة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حازت هذه البلدة الشريفة بثلثي هؤلاء الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله من الناس ثلاثة، وفد الله من الناس كل الناس، من يطلق عليه هذا اللقب الشريف العظيم وفد الله، قال ثلاثة: المجاهد في سبيل الله فهؤلاء وفد الله، الثاني الحجاج وهم من قصدوا بيت الله الحرام، الثالث العمار وهم من قصدوا بيت الله الحرام. فالحجاج والعمار هم وفد الله، هم وفد الله الذين استحقوا هذا اللقب، فجردوا من الانتساب الأرضي وأعطوا ذلك اللقب الشريف وفد الله جل جلاله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، ويدعونه فيستجيب لهم. فإذا هؤلاء هم الصفوة أيضا من البشر الذين قصدوا بيت ربهم، الذين تركوا ديارهم، الذين فارقوا أوطانهم، الذين سافروا، الذين بذلوا، الذين جمعوا القليل على القليل حتى يقصدوا بيت ربهم سبحانه وتعالى، يتعبدون لخالقهم ولربهم جل جلاله عند بيت الله الأول في هذه الأراضي المقدسة التي قد عاهدوا الله عز وجل فيها قبل خروجهم إلى هذه الدنيا. هل تعلمون ذلك أيها الإخوة الأكارم، أنكم وقفتم وكلنا وقف بين يدي ربنا جل جلاله قبل أن نخرج إلى هذه الدنيا من بطون أمهاتنا، وأن الله أخذ علينا العهد والميثاق ووقفنا أمامه ورأينا ما جعل في قلوبنا الإيمان بربوبيته وعظمته وكبريائه وجلاله، وأن الله ذكرنا بذلك في كتابه؟ قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله سبحانه وتعالى في هذه المشاعر المقدسة قد أخذ علينا العهد والميثاق ألا نعبد غير الله، وأن نؤمن بأنه هو ربنا وهو خالقنا وهو رازقنا جل جلاله، فأقررنا بذلك فجعل ذلك فطرة في قلوبنا، ثم أرجعنا في ذلك الموقف إلى أصلاب آبائنا، ثم بعد ذلك ولدنا الولادة الثانية من بطون أمهاتنا. فلذلك من وفد إلى هذا البيت فإذا هو ماذا؟ هو يجدد الوفاء لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقد كان أنبياء الله عز وجل هم أول من قام بهذا الوفاء وأشرف الأوفياء لذلك العهد والميثاق، فما من نبي إلا وحج البيت، ما من نبي إلا وحج هذا البيت. فحج البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، مر بوادي عسفان فقال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان، قال كأني بهود وصالح على بكرات وهم يحجون البيت العتيق. ومر على وادي الأزرق وقال أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق، قال كأني بموسى عليه السلام وهو يؤم البيت حاجا. وعندما مر على ثنية هرشة عليه الصلاة والسلام قال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة، قال كأني بيونس بن متى على دابة جعدة خطام ناقته خلبة وله جؤار بالتلبية. وأخبر عن عيسى عليه السلام أنه سيحج في آخر الزمان ويكون طريقه من فج الروحاء، وهو مكان معروف بين مكة والمدينة، فإن عيسى عليه السلام سيقصد هذا البيت حاجا أو معتمرا. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتماره لهذا البيت العتيق. إذن هذا من وفاء الأنبياء لذلك العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل منهم. ثم عباد الله المؤمنين أيضا الذين وفوا لذلك العهد والميثاق فقصدوا بيت ربهم وجاءوا إلى هذا البيت حاجين أو معتمرين، ويعبدون الله سبحانه وتعالى ويجددون ذلك العهد. فإذا هذه هي الصفوة المختارة، وإن هذا البيت وهذا الزمان مما أعطى الله عز وجل لعباده هؤلاء الذين جاءوا إليه أنه يغفر لهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، هذا بالنسبة للزمن. وأما من قصد هذا البيت في حج أو عمرة فالحج المبرور يعود الحاج منه قد تطهر من ذنوبه ومعاصيه كما وصف في الحديث كيوم ولدته أمه بهذه الكيفية. وهذا الحجر الأسود وهذا الركن اليماني فإن مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن مسحهما يحطان الخطيئة حطا، فمن استلم الركن اليماني بيده تحاطت خطاياه، ومن استلم الحجر الأسود تحاطت خطاياه، ومن طاف بالبيت فإن كل خطوة في هذا المطاف إن رفعت قدمك كتبت لك حسنة،
إن وضعتها حطت عنك خطيئة. الحاج والمعتمر إذا حلق رأسه فإنه تحاطت خطاياه بعدد شعره. إذن هذا المكان بهذه الأعمال الثابتة تحقق للإنسان توبة ومغفرة وبراءة من الذنوب والخطايا. فعباد الله المؤمنين هذا وصفهم وهذا شأنهم، أنهم يتوبون إلى الله وأنهم يستغفرون الله، وهكذا ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وهكذا أثنى عليهم في كتابه. والله سبحانه وتعالى أوجب على عباده المؤمنين أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه سبحانه وتعالى. فلذلك هذه وقفة نريد أن نقف معها، وهي قضية التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار، لنعلم أيها الإخوة الأكارم أولاً أن هذا العمل التوبة، التائب والتواب، هذه كلمات قرآنية. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن من أسمائه التواب، ومن صفاته جل جلاله أنه يتوب على عباده. ولذلك جاء هذا الاسم في القرآن في 11 آية من كتاب ربنا عز وجل، كقوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالتواب هو الله جل جلاله، والتائب هو هذا العبد الذي يتوب إلى ربه عز وجل ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو التواب. ما معنى التوبة؟ التوبة من هذا الفعل الثلاثي توبة، ماذا تعني؟ ماذا يعني هذا الفعل؟ الفعل هذا بمعنى توبة، بمعنى رجع. فالتوبة بمعنى الرجوع، التوبة بمعنى الرجوع. فالله عز وجل هو التواب، والعبد هو التائب. فالتائب هذا العبد هو الراجع عن ذنبه الذي اقترف والمعصية التي ارتكبها، فتوبته أنه يرجع عنها، يتحول عنها إلى ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى الأمر الأصلي. ما هو لأن الرجوع هو أن الإنسان كان في مكان، ذهب إلى مكان، ثم يعود إلى المكان الأول. فالتوبة بمعنى الرجوع. فالرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى الطاعة. وهل الأصل في الإنسان الطاعة؟ الجواب نعم، كما سمعنا، لأنه كل بني آدم في الولادة الأولى وهي عالم الذر وقفوا بين يدي ربهم وأقروا له بالربوبية واعترفوا له بذلك وأخذ عليهم العهد فقبلوا. ولذلك في خبر أبي أن الله قال للعباد كلهم بعد أن أقروا، قال: سأشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع. قالوا: أقررنا. ثم نادى آدم وقال: يا آدم قم، وأوقفه ليشهد على ذريته، فشهد آدم والجميع قال: أقررنا. إذن هذا هو الأمر الأول الذي كان من كل إنسان. ثم أيضا الفطرة التي وضعها الله عز وجل في القلوب، كل مولود يولد على الفطرة. فلذلك التوبة إذن بمعنى الرجوع، أن الإنسان ارتكب المعصية فهو يرجع عنها إلى مكانه الطبيعي، إلى مكانه الأصلي، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه
معنى التوبة بالنسبة للإنسان، فهو رجوعه من المعصية إلى الطاعة إلى العبادة. طيب، الله سبحانه وتعالى هو التواب، هو التواب، فما المراد بهذا المعنى في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ المراد بذلك أن الله عز وجل اقتضت حكمته وعدله أن من عصاه يعاقبه على معصيته، أن من عصاه يعاقبه على معصيته عدلا واستحقاقا، وأن هذا العبد الذي عصى الله عز وجل واستحق هذه العقوبة وهذه المجازات العادلة، أن الله يوفقه للتوبة ابتداء فيتوب، فإذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عن معاقبته فيرجع عن مجازاته بتلك العقوبة التي استحقها بتلك المعصية. إذن هذا معنى التواب في حق الله سبحانه وتعالى. فإذن التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه، فهو جل جلاله يترك مجازات ذلك العبد العاصي وبعد أن استحق المعاقبة لكنه تاب، فالله عز وجل يترك تلك المجازاة، يترك تلك المجازاة. إذن هذا معنى التواب. والتواب كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن التواب وهو الله جل جلاله أن ذلك أثره على الإنسان، توبة الله عز وجل على عبده تنقسم هنا إلى قسمين: الأولى أنه يوفقه للتوبة، والثانية أنه يقبل تلك التوبة منه إذا ما تاب، إذا ما تاب. فإذن الله سبحانه وتعالى هو التواب جل جلاله. فالعبد المؤمن، العبد المؤمن يستجيب لأمر ربه عز وجل حين أمره أن يتوب إليه. فالله سبحانه وتعالى أمر جميع العباد، جميع المؤمنين، أن يتوبوا لربهم سبحانه وتعالى وأن لا يتركوا هذا العمل الصالح. ولذلك التوبة إلى الله هو عمل يرافقك في كل أزمانك، فهي قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. فالتوبة أمر مع الإنسان، فالتوبة هي بداية العبد مع ربه وفي طريقه إلى ربه، فإن التوبة لا بد أن يكون ذلك سلوك يسلكه الإنسان. والله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس إلا قسمين: تائب وظالم. الناس بين قسمين، فإما أن تكون تائب وإما أن يكون الإنسان ظالم، لأنه ليس إلا قسمين عندما نقرأ هذه الآية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فليس ثم قسم ثالث. فالناس بين قسمين، والناس أحد نوعين في هذا الباب: إما تائب لربه وإما ظالم، فمن لم يتب فهو ظالم. ومن هنا هذه الآية حقيقة ترفع مستوى الوعي بإدراك مكانة التوبة ولزومها وأهميتها ووجوبها،
فمن لم يتب فهو ظالم. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عند هذه الآية الكريمة: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. التوبة ماذا تعني؟ ما هو مفهومها؟ التوبة إنما هي الندم على ما سلف منك في الماضي، والإقلاع في الحاضر عما ارتكبته من خطأ في الماضي، والعزم على عدم العودة إليه في القادم. إذن شملت الزمن كله، فالتوبة يندم الإنسان على ما فعله فيما مضى من الزمن. والتوبة تعني أن الإنسان يقلع عن ذلك العمل في زمنه الحاضر، والتوبة تعني أن الإنسان يستبدل ذلك العمل بعمل صالح، والتوبة تعني عزمة أكيدة إلى عدم العودة إلى ذلك العمل السيء. إذن هذه مضامين هذه التوبة. والتوبة التي يريدها الله عز وجل هي أشرف أنواع التوبة، لأن الذي إذا ارتكب أمرا خطأ كما قال العلماء هو لا يعد أن يكون واحد من ثلاثة: إما أن يقول ذلك الفاعل أنه لم يفعل فيكذب، وإما أن يقول أني فعلت ويبرر فعله، وإما أنه يقول أنني فعلت فأخطأت فيعترف بذنبه ويطلب العفو منه. والتوبة المرادة هي الثالثة، الصنف الثالث، وهو من قال فعلت وأسأت وقد أقلعت وندمت. فليس التائب الذي ينكر أنه فعل، فعل الذنب فإن قيل قال ما فعلت، هذا ليس تائب. وليس التائب الذي قال فعلت ولكن يريد أن يبرر لنفسه ذلك الفعل: أكلت الربا؟ قال نعم، ولكن ولكن ولكن. وإنما التائب من قال فعلت فأسأت وأخطأت وندمت وتركت ولن أعود. فإذن هذا هو التائب، واضح؟ فإذن ليس التائب الأول وليس التائب الثاني، وإنما التائب هو هذا الذي قال فعلت، اعترف لربه جل جلاله واعترف بأنه خطأ وأنه ذنب وأنه إساءة وتعدي، ثم أعلن ندمه لذلك الفعل، ثم أعلن أنه تارك له في الحال، ثم أعلن عن عزمة أكيدة بعدم العود إليه، ثم باشر عملا صالحا بدلا منه. فإذا هذا هو التائب، وهذا هو فعلا يعني أفضل التائبين الذي اتصف بهذه الصفات. إذن هذا معنى التوبة، وهذا بالنسبة لموقف الناس من الخطأ. الخطأ والزلل صفة بشرية، والله سبحانه وتعالى أظهر لعباده من أسمائه ما فيه صلاحهم، فما ظهر لنا من أسماء ربنا ما يحقق صلاحا لنا وللكون، وإلا فإن لله عز وجل أسماء غير ما أظهره الله عز وجل لنا، ولكن ظهر لنا من أسمائه ما فيه صلاحنا.
فمما أظهره الله عز وجل من أسمائه الغفار والغفور والعفو والتواب. فالله الذي خلقنا علم ضعفنا وعلم ما يكون منا من التقصير في حقه، ولكن الله أراد بهذا المخلوق خيرا، فهذا مخلوق مكرم خلقه الله ليكرمه. ولقد كرمنا بني آدم، خلقه الله ليعطيه لا ليحرمه. فالله هو الرزاق وهو الوهاب وهو المنعم وهو الكريم وهو المعطي، فخلقه ليعطيه ليكرمه لا ليحرمه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهذا هو المخلوق المكرم الإنسان، علم الله ضعفه وأنه يقصر في حق ربه، والله رحيم. فلذلك لما كان الإنسان بهذا الضعف وبهذا النقص والقصور، فاقتضت حكمة الله أن يظهر جل جلاله من أسمائه هذه الأسماء الغفار والغفور والعفو والتواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن هذه الحقيقة بالنسبة لشأن الإنسان، قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، رواه الإمام مسلم في صحيحه. كل بني آدم، إذن ليس هناك أحد يستثنى من هذا العموم، وخير الخطائين التوابون. فلما كان هذا شأن الإنسان وهذا قصوره، فاقتضت رحمة رب العالمين أن يظهر من أسمائه الحسنى ما يكون فيه جبر لهذا النقص الذي يكون من هذا الإنسان. فالإنسان يخطئ فيتوب إلى الله، فالله التواب يقبل توبته، والإنسان يذنب فيستغفر من الغفار، فالغفور الغفار يغفر له. فإذا هذا شأن الإنسان، وهذا جود الكريم المنان سبحانه وتعالى. وكما قلنا، لما كان الإنسان بهذه الكيفية، فالله عز وجل أمر أمرا صريحا العباد أن يتوبوا إليه، فقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا هو أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. فإذا التوبة أمر واجب على العباد كلهم، كما قلنا موطنها ماذا؟ أنها هي البداية في عبادتك وعلاقتك مع ربك، ويستمر ذلك إلى آخر لحظاتك من هذه الدنيا. فالتوبة معك، وهي مع العمل قبل القيام به وأثناء القيام به وبعد القيام به. العمل الصالح قبل أن تقوم به تحتاج إلى التوبة، أن تستغفر الله من
أن تكون هناك نية دخلت على ذلك العمل ففقدتك صدق الإخلاص، أو هناك ذنب سابق فيكون سبباً بعد ذلك في عدم قبول هذه الطاعة فيحتاج إلى توبة. ثم أثناء العمل يحتاج الإنسان أن يتوب إلى الله، يتوب إلى الله إما أنه يؤدي العمل بنقص وقصور سواء في حركته أو في صدق نيته أو في غفلته وذهوله. الإنسان يصلي، كبر، يستغفر الله أنه في أداء هذا العمل هل أداه فعلا كما أمر وكما أراده الله عز وجل منه، هو محتاج إلى التوبة. فلذلك التوبة أمر يستمر مع الإنسان في جميع ظروفه وأحواله، في جميع ظروفه وأحواله. ثم هذه التوبة لا بد أن تؤديها أنت بنفسك، لا تؤدى عنك، لا تؤدى عنك. الإنسان إذا أخطأ، كما أن الإنسان إذا اتسخ ثوبه لن ينظف ثوبك بعد أن اتسخ أن جارك غسل ثوبه، هل إذا غسل جارك ثوبه أصبح ثوبك نظيفا؟ الجواب لا. كذلك أنت إذا أذنبت لن يزيل الذنب الذي ارتكبته أن من كان معك في ذلك الذنب أنه تاب فيكفر عنك ذنبك، بل لا بد أن تتوب أنت وأن تخضع أنت وأن تنذل بين يدي ربك أنت، أن يسمع الله مناجاتك، أن يسمع رب اغفر وارحم، أن يسمع هذا الصوت، عندها تنزل المغفرة. فإذا هو عمل لا بد أن تباشره أنت بنفسك ولا يقوم به عنك أحد، لا يقوم به عنك أحد. فإذا أنت الذي تكلف بهذا العمل وأنت الذي تقوم به، ولن يغني عنك أحدا أبدا في أدائه. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح؟ فإذا أدركنا هذا الأمر فالخطأ الذي يرتكبه الإنسان لا بد أن نفس المخطئ هو الذي يعتذر، فيجثو هذا المذنب في ساحة الرحمن بين يدي العزيز الكريم المنان، يطلب ويهتف من أعماق قلبه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عندها فعلا هذا هو الطريق لاستنزال التوبة، وعندها يسلك الإنسان طريقا يؤمن لنفسه أثر الذنب والمعصية التي ارتكبها. أيضا التوبة كما علمنا، عرفنا الآن معناها وعرفنا أنها واجبة وعرفنا أن الإنسان يقوم بها بنفسه ولا ينوب عنه أحد في القيام بهذا الأمر. أيضا لا بد أن يدرك الإنسان أنه يحتاج إلى المبادرة وعدم التأخر، بل يحتاج إلى انتهاز الفرصة قبل فواتها من ماذا؟ قبل فواتها بخروج الروح
والإنسان لا يدري متى يأتيه ملك الموت. فأخبرنا الله عن أناس يوم القيامة جاءهم الموت وهم على ذنوبهم يطلبون من ربهم عز وجل، ماذا يقولون؟ رب ارجعون، يطلب العودة إلى الدنيا ليتوب. بماذا يجاب؟ كلا، ليست هناك عودة أخرى. فإذا أدرك الإنسان أن هذه حقيقة قرآنية، فلذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من انتهاز الفرصة والمبادرة وعدم التأخير، وعدم التأخير، فإن التوبة اليوم أولى من الغد، والتوبة الآن أفضل من بعد لحظة من الآن. وصاحب الذنب تأخيره للتوبة ماذا يعني؟ أول ما يعني أنه باق على الذنب، والبقاء على الذنب إنما هو تراكم، والتراكم في المعصية تمكين لخصمك إبليس، وإبعاد عن رحمة الله منك. وأن لك إذا بدأت هذه الأمور تتراكم عليك أن تزيلها، واضح؟ فلذلك لا بد من المبادرة. وإن مما يعين على المبادرة أن يتذكر الإنسان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الرب جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا تفكر الإنسان في ذلك يجد عونا له على أن يبادر، على أن يبادر للتوبة. أيضا مما ينبغي أن نعيه في هذا الأمر أن التوبة إنما تعني نقلة جادة من حياة إلى حياة، ومن واقع إلى واقع، ومن حال إلى حال. فمن حال كان الإنسان فيها مقصرا مع ربه إلى حال يكون فيها مطيعا لربه وخالقه. وأن التوبة لا تعني وليس في مفهومها ذلك تلك الحركة الهزيلة التي قد يقوم بها الإنسان بغير جد ولا عزم. فليس من التوبة أن الإنسان يترك المعصية لأنه غير قادر على فعلها، بينما لو تمكن منها لفعلها. وإنما التوبة كما قلنا تلك العزمة الأكيدة والإصرار والجزم على أن الإنسان يريد أن يقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى، وأنه يريد أن يثبت على تلك الطاعة، على تلك الطاعة. إذن هذه هي التوبة الصحيحة. ولذلك يقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن هو تاب، ثم ماذا؟ ثم آمن، ثم أتبع ذلك بعمل صالح، ثم اهتدى، أي أنه وضع نفسه على طريق الهدى بثبات، بثبات مكن نفسه من طريق الهدى فسار عليه حتى لقي ربه. فهؤلاء هم الذين يتوب الله عز وجل عليهم، الذين فعلا صدقوا في توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مما أيضا يتعلق بمسألة التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم، فإن وقوفنا مع اسم ربنا عز وجل التواب أول ما يجعل في نفوسنا محبة الله جل جلاله. ومن أعظم
ما يتقرب به العبد لربه عز وجل محبته لله الحب الصادق، الحب الصادق. فالله عز وجل أخبر عن عباده المؤمنين في كتابه أنه يحبهم ويحبونه. فمما نتعبد به لربنا عز وجل، بل من أعظم ما نتعبد به لربنا، محبتنا لله جل جلاله. فالمؤمن يحب ربه، بل محبة الله هي الأصل في محبة أي شيء محبوب. فالمؤمن حبه بالنسبة للأشياء والأعمال والذوات قاعدته ما هي؟ محبة الله. فالمؤمن يحب ما يحبه الله من الأعمال، ويحب ما يحبه الله من الأشخاص، ويحب ما يحبه الله من الأزمان. فالله يحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحب عباد الله. ولذلك أمر المحبة عظيم، ولا يمكن أن يكتمل إيمان الإنسان إلا بأن يحب أهل الطاعة. ولذلك يقول عبد الله بن عمر، يقول: والله لو أنني صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت أموالي غلظاً غلظاً في سبيل الله، ثم جئت يوم القيامة ولا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني على وجهي في النار ولا يبالي. إذن المؤمن يحب ما يحبه الله من الناس، فهو يحب. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: من أحب لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان في قلبه. قال: ولن، يقول ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، حتى يحب أهل الطاعة. وأبو رزين العقيلي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. قال: فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء البارد للظمآن في اليوم القائض. وصف عجيب. فمن قوامه أنه يحب ما يحبه الله عز وجل من الناس، من البشر، أيضا من الأعمال. الله عز وجل يحب هذه العبادات: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الطواف. فالمؤمن يحبها ويحب أداءها ويفرح به، لأن الله يحب ذلك. ثم الأزمان. الله عز وجل شهر رمضان شهر مقدم، لذلك المؤمن يحبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه إذا ما جاء هذا الشهر الكريم، يبشرهم به، يهنئهم، لأنه زمن مفضل محبوب عند رب العالمين. إذن هذا شأن المؤمن. فإذن نقول: التواب هذا الاسم إذا ما عرفنا معناه، وقلنا أن التواب في اللغة بمعنى الرجوع. وماذا يعني هنا الرجوع بالنسبة لله التواب؟ تبين لنا أنه بمعنى أن الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى التواب، فهو يرجع عن مجازاة ذلك العبد العاصي على معصيته، وأنه سبحانه وتعالى يغيرها له إلى حسنة ثم يكافئه عليها. إذن هذا الجانب الأول، وهو محبة الله. ولا شيء، سبحان الله، يدلنا على هذا المعنى من ذلك الحديث العظيم.
الذي يعبر لنا كيف أن هذا الرب العظيم يفرح بتوبة عبده، والله هو الغني، والله هو القوي، والله هو الكبير المتعال، وأنت العبد الضعيف الحقير الذليل الذي تجرأت على ربك، ثم عندما تعصيه وتتوب إليه فهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم المعبر عن هذا الاستقبال الرباني للعبد المؤمن، يقول: لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، رجل في صحراء قاحلة في يوم شديد الحر، صحراء ليس فيها أحد، ليس فيها شيء يدل على الحياة إلا ما معه وما على دابته، ذلك الطعام والماء. قال: فاضطجع على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه، هربت الدابة، وعليها طعامه وشرابه. إذن ما هي حالته؟ تيقن بالنجاة أو الهلاك؟ تيقن بالهلاك والموت. قال: فأيس منها، بحث، حاول أن يدركها ما استطاع. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته أن يدركها. قال: فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، قام مسرعا ومسك بها خوفا من أن تهرب مرة أخرى، ثم من شدة الفرح قال: أنت عبدي وأنا ربك. يقول لربه عز وجل، أخطأ، يقول سلم، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد أشد من فرح هذا على حصول دابته. والله أقول إن الإنسان التقي الصالح أن يجد من يقابله بهذا الود الغامر يعتبره أمنية من أعلى الأماني. أما العاصي أن يجد فقط بعد معصيته وجرأته من يستر خطأه يعتبر هذه أمنية عظيمة. أما أنه يجد هذا العطاء من هذا الرب الكريم فليس هذا والله إلا ممن وصف نفسه بأنه الكريم جل جلاله وأنه الرحيم سبحانه وتعالى. والله إذا أعطى أدهش، الله إذا أعطى أدهش. هذا مذنب، هذا مذنب، تجرأ على من؟ تجرأ على من رزقه، على من خلقه، على من يكرمه بالنفس. ودائما في مثل هذا حقيقة أذكر بتلك الموعظة للعابد إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، عندما جاءه رجل شاب قال له: يا إبراهيم، إن نفسي أتعبتني، تدفعني إلى المعصية، وكلما فعلت معصية ندمت وتبت رغبة في أن أكون ممن اهتدى ثبت على الحق، لكن ما هي إلا برهة، ثم تدفعني إلى معصية أخرى، وأخشى أن يأتيني الموت على معصية، لا آمن مكر الله، فدلني على علاج. قال له: الأمر يسير، أنا أعطيك 5 أمور افعلها، إن استطعت فبعد ذلك افعل من المعاصي ما شئت، لن تضرك ما دامت السماوات والأرض. قال: ما هي؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه، ابحث عن رزق ما خلقه الله، كل منه وتقوى به ثم اعص الله.
قال يا إبراهيم كل ما في السماوات والأرض ملك لله، قال بالله عليك أما تستحي؟ تأكل من رزقه ثم تعصيه؟ أنت تعصيه بجوارح تقوت بماذا؟ برزق الله، وتعصي من رزقك بجوارح أوجدها فيك ورزقك بقوت تقوى؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث عن أرض غير أرض الله واسكن فيها واعصي الله، وإذا سألك قل أنا ما عصيتك في أرضك. قال يا إبراهيم هذه أعظم، والسماوات والأرض ملك لله، قال بالله عليك أما تستحي؟ تأكل من رزقي وتسكن في أرضي ثم تعصي؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله وقد علمت أنك في أرضي وتأكل من رزقي، فعند المعصية اختبئ في مكان لا يراك الله فيه واعصه. قال يا إبراهيم أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ ما هو السر؟ هو الأمر الذي في صدرك الآن ما بحت به لأحد. طيب ما هو أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، الله يعلم. هل أحدنا الآن يعلم في الغد في مثل هذا الوقت ما هو الأمر الذي سوف يشغل خاطرك وفكرك؟ من منا يضمن أصلا أنه يكون حيا حتى يعلم ماذا سوف يشغل فكره؟ قال أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ قال بالله عليك أما تستحي؟ تأكل من رزقي وتسكن في أرضي ثم تنظر ثم تعصيه وهو ينظر إليه؟ أي جرأة في قلبك؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله وأنت على هذا الحال فجاءك ملك الموت وأنت على المعصية، فقل له أخرني ساعة حتى أتوب. قال يا إبراهيم أما قال الله عز وجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال إذن كيف تؤمل التوبة وأنت تؤجل وتؤخر وترجي؟ قال زدني. قال إذا جئت يوم القيامة ومت على المعصية وكل هذا ما نفعك وما انتفعت به، فأمل الله ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، امتنع. قال يا إبراهيم لا يدعوني ولا يتركوني. قال إذن كيف ترجو النجاة؟ فلذلك نقول هنا يتفكر الإنسان في هذا الأمر. فإذا محبة الله، محبة الله عندما يتأمل الإنسان في هذا الاسم العظيم التواب، فأول ما يقع في نفسه قضية الحب لهذا الرب العظيم الذي فتح هذا الباب. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة، في المجلس الواحد يحصى له أكثر من 70 مرة وهو يستغفر الله العظيم. ما إن تكلم أصحابه إلا ورجع إلى ماذا؟ إلى الاستغفار، يحدثهم ثم تكلم آخر رجع إلى الاستغفار، فيحصى له في الجلسة الواحدة أكثر من 70 مرة وهو يستغفر الله العظيم. إذن هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيضا من اسم الله التواب أن يستقر في قلب كل واحد منا أن التواب هو الله، فلا تطلب التوبة من أحد سواه، لا من ولي ولا من نبي ولا من أحد، إنما التواب هو الله الذي يغفر الذنوب، هو الله. قال الله عز وجل في نص واضح في ذلك، قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفرها إلا الله. فلذلك تتوب إلى ربك عز وجل، تتوب لربك سبحانه وتعالى. فإذا التوبة مثلها مثل الاستعانة، الاستغفار، الاستغاثة،
فكلها مرتبطة بمن؟ بمالكها، ومالكها من؟ هو الله جل جلاله. فالله هو التواب، الله هو الغفار، الله هو الغفور، الله هو العفو، فالتوبة تطلب منه لا من أحد سواه. إذن هذا أمر آخر أيضا يؤخذ منه، وهو أن الإنسان لا ييأس مهما كان ذنبك، مهما كان جرمك، ما لم تصل إلى أن بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها، ما قبل ذلك فلا تتردد، بل بادر مهما كان الذنب الذي كان من الإنسان، وليكن حاديك في ذلك أرجى آية في كتاب ربنا عز وجل: قل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء. إذا جئت إلى ربك وأقبلت إليه صادقا تائبا مستغفرا فالله عز وجل هو التواب. ولذلك أيضا كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. إذن هذا يجعل في قلب المؤمن هذا الأمل وعدم اليأس وعدم القنوط، وأنه يغتنم وقته بالتوبة. فلذلك لا ييأسك أحد من رحمة الله، فمهما كان من الإنسان من ذنب اقترفه وأن نفسه أغرته في يوم ما، فليعلم أن الله غفور وأن الله غفار وأن الله تواب وأن عليه أن يبادر. وهنا يقول الإنسان: والله إن الإنسان ليتعجب لما لا يطير الناس فرحا وشوقا إلى ربهم، هذا الرب التواب الغفور الغفار العفو الرحيم الرحمن، ولما لا نعرف ربنا للناس من هذا الباب العظيم. يقول: واسمعوا كيف كان الصحابة يربون من بعدهم. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه قال: أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله، أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة. الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون العباد إلى الله. انظروا إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. فإن هذا المكان وهذا البيت يشهد له بأنه في كل ليلة كان يأتي في جوف الليل ويصلي، فإذا ما سجد ناجى ربه وناداه ودعاه بقوله: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من هؤلاء الذين يدعو لهم؟ الذين آذوه واتهموه في عقله، قالوا ساحر ومجنون. الذين آذوه في بدنه، وضعوا فرث الناقة وسلاها على ظهره ورموه بالحجارة حتى
أدموا، هؤلاء الذين وضعوا العذرة في طعامه، هؤلاء الذين وضعوا الشوك في طريقه، هؤلاء الذين يقول لربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلذلك إذن هذا الأمر يجعل الإنسان لا ييأس من رحمة الله، مهما كان ذنبك أقبل على ربك، ولكن كما قلنا بادر، لا تتأخر. لماذا؟ لأنك لا تعلم متى الأجل. ولماذا؟ لأن الذنب إن أهملته فإنه تمكن، وإن تمكن الذنب تمكن خصمك إبليس وزادك نزولا، وإذا ما نزل الإنسان وانحدر فإن الصعود يصعب. فلذلك المبادرة والبدار البدار بالتوبة. أيضا اسم الله التواب يجعل في نفوسنا الحياء من الله. الإنسان يستحي من ربه، فإن الإنسان من هو هذا التواب العظيم جل جلاله؟ ثم إذا نظر الإنسان، أنت إن عصيت عصيت من؟ عصيت هذا العظيم سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان المؤمن يجد في قلبه هذا المعنى، وهو الحياء من الله جل جلاله. وأيضا نأخذ منه أن الإنسان يحتاج إلى أمر التوبة على الدوام. كيف على الدوام؟ لأن بعض الناس يظن، وهذه مسألة دقيقة، أن الإنسان يتوب إذا فعل المعصية. لكن يقول الإنسان: طيب أنا جالس أصلي وأصوم وأزكي، وإنما اللي يتوب اللي جالس يشرب خمر أو يأكل الربا. نقول: نعم، ذاك يتوب، ولكن أيضا أنت تتوب. فلذلك هنا ينشأ سؤال: مما يتوب الناس؟ فنقول أولا: الناس ينقسموا إلى قسمين، مؤمن وكافر. الكافر توبته في أمرين عظيمين. الأول ما هو؟ أن يترك الكفر ويعود إلى الإيمان، هذا الأول. الثاني ماذا؟ أن يترك المعاصي التي دعاه إليها الكفر، وأن يعود إلى الطاعة التي دعاه إليها الإيمان. واضح؟ إذن هذا بالنسبة للكافر، إذن هو يترك الكفر ويعود إلى الإيمان. اثنين، يترك ماذا؟ الأعمال التي كان الكفر يدعوه إليها، ويعود إلى الأعمال التي يدعوه إليها الإيمان. هذه توبة الكافر. طيب المسلم، المسلم إما أن تكون منه معصية فيتوب من المعصية. وكيف تكون التوبة من المعصية؟ تكون التوبة من المعصية بأربعة أمور. الأمر الأول أن يتركها. الأمر الثاني بعد أن تركها، وهو أن يفعل طاعة مكانها. الأمر الثالث أن يندم على فعلها. الأمر الرابع أن يعزم على عدم العودة إليها. إذن هو تركها وندم على فعلها وعزم على عدم العودة وعمل عملا صالح مكانها. هذا إذا كانت في حق الله. إن كانت في حق الناس ينضاف شرط خامس، ما هو؟ أن يرد هذا الحق إلى صاحبه، سواء كان معنويا أو محسوسا. فهنا تكون التوبة صادقة، فهنا تكون توبة هذا الإنسان صادقة. إذن هذا في المعصية. طيب الطاعة، الطاعة كيف يتوب الإنسان وهو فعل الطاعة؟ قال العلماء أمور. الأمر الأول يتوب لأنه
بأدائه للطاعة التوبة أنه لم يؤدي هذه العبادة على أكمل وجه وأحسنه وأتقنه. ومن الذي يضمن أنه اكتمل في أداء العبادة صدق النية على أكمل وجه، وأنه أدى العمل كما أراده الله سبحانه وتعالى؟ فلما كان الإنسان لا يضمن هذا الكمال فيحتاج أن يتوب. إذن هذا معنى، وهو ماذا؟ عدم أداء العبادة على أكمل وجه، فلذلك يحتاج إلى التوبة. الأمر الثاني أيضا، قال العلماء أن هذا الإنسان الذي يؤدي العبادة عندما يؤدي هذه العبادات يظن أنه بأدائه لهذه الأمور قد أدى حق الله عليه. ولذلك كم من الناس يقول لك يعني الله أمرنا نصلي صلينا وصمنا وزكينا، يعني خلاص أدينا الحق الذي علينا، وهل هذا هو حق الله كله عليه؟ فإن حق الله عظيم، فإذا ظن الإنسان أنه بأدائه لهذه العبادات قد أدى حق الله كاملا عليه فإن هذا الأمر يحتاج أن يتوب الإنسان منه، فإن حق الله عظيم. هذا أمر ثاني يتوب الإنسان. أيضا أمر ثالث، وهذه ننتبه لها أحيانا، طبعا الإنسان الله عز وجل أعطى كل إنسان شيئا ومنعه الآخر، فلان أعطاه قوة البدن وفلان حرمه فهو مريض ضعيف، وفلان أعطاه المال وفلان حرمه فهو فقير، وفلان أعطاه الجاه وفلان حرمه من ذلك، وأعطى هذا شيء وهذا شيء. فأحيانا الإنسان يقوم بالعبادة وطاعة الله عز وجل في ما ارتاحت نفسه إليه، ولا يتنبه أن الواجب عليه أو الذي يحبه الله هو غير ما تحبه نفسه. كيف؟ مثلا صاحب مال أعطاه الله عز وجل المال، أخرج زكاته وعنده مال، ويوجد من هو فقير محتاج يتضور، أو من يحتاج إلى شيء من الطعام، وهذا الإنسان مثلا يشغل نفسه بماذا؟ بمثلا قيام الليل أو غير ذلك، ويرى أنه قد أدى الحق الذي عليه. وهنا أي العبادات في حقه أفضل، صلاته أم صدقته؟ صدقته، لأنه ماذا؟ لأنه صاحب مال، ولو كان ذا جاه هو مثلا أيضا يفعل شيئا من هذه العبادات الخاصة، بينما شفاعته لصاحب حاجة تكون العبادة فيها أولى. فالتوبة تكون أن الإنسان ما رتب هذا السلم في القيام بالعبادات كما يحبه الله عز وجل، فلذلك الإنسان يتوب لأنه يخشى أنه لم يرتب ذلك وفق ما يحبه الله عز وجل، وأنه رتب الأداء بحسب ماذا؟ بحسب اختيار نفسه وما هو ميسور لنفسه، فلذلك يحتاج أن يتوب. وأيضا مسألة أخرى في المعصية وقل أن يتنبه لها الإنسان، ولذلك نقول يا إخوتي من ابتلي بالمعصية فليستتر، لأن الإنسان إذا ارتكب المعصية وارتكب المعصية علنا فبعد مدة يتوب من معصيته، لكن هل تفكر هذا المذنب أن هناك أناسا رأوه وهو يعصي الله فتجرأوا فارتكبوا المعصية؟ هل علمهم هو؟
هل يستطيع أن يصل إليهم الآن ليردهم؟ ويأتي يوم القيامة وذلك الأمر مكتوب في صحيفته، ذنوب لم تفعلها ولكنها مكتوبة في صحيفته، هي تلك الذنوب التي اقترفها أناس بسبب ما جرأتهم أنت عليها، رأوك وأنت تفعل تلك المعصية، رأوك وأنت تشرب خمرا، رأوك وأنت تتعرض لأعراض المسلمين، رأوك وأنت تشتم وتسب، رأوك ورأوك ورأوك ففعلوا مثلك، فتأتي يوم القيامة وذلك كله في صحائفك. من سن في الإسلام سنة سيئة عليه ماذا؟ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كم هم القتلة على ظهر الأرض؟ كثير في كل زمن، وكل قاتل ظلم مكتوب في صحيفة ابن آدم الأول الذي سن القتل. لذلك هل يعقل أحدنا هذه المسألة وما أخطرها؟ ما أخطرها؟ إن ابتليت بالمعصية احرص على ألا يظهر ذلك. وكل كما قال سلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلذلك المجاهرة بالمعصية إشكال، إشكال أولا على نفسك، فإن ذلك قد يمنعك أن تتوب. فلذلك إذا ما تاب هذا العاصي يحتاج أن يتوب عن ارتكابه للذنب، وأن يتوب عمن تأثر بفعله حتى لا ينجر ذلك الوزر عليه إلى يوم القيامة بذلك العمل الذي عمله. فعلت شيئا فأخذه فلان، ثم بعد يعني ابنك طفل صغير تعلم من أبيه شيئا، مات الأب والابن فعل مثل أبيه، ثم هناك زوجة وأولاد وأقارب تعلموا من ذلك الابن، ثم كل منهم تعلم، وكل ذلك في جريرة وفي صحائف الأول. فلذلك ينتبه الإنسان من هذا العمل، ولا تكن صاحب سنة سيئة في الناس. فالتوبة إذن في مثل هذه الحال ممن يعني إذا تاب الإنسان من ذنبك وممن أثرت عليه وتسببت في معصيته، وهذا أمر ما أقل من يتنبه ويتفطن له، ووالله لو عقله الإنسان فإنه يتورع أن يفعل معصية علنا وأن يظهر بمعصية أمام الناس، خوفا أن يفعل الناس مثله فيكون ذلك في صحيفته يوم القيامة. إذن هذه بعض المسائل. ثم نختم نقول أيها الإخوة الأكارم، فنحن في زمن فاضل وفي مكان فاضل وعلى عمل بإذن الله صالح، فلا نفرط، وهو الصيام، فلا نفرط في ذلك كله بتوبة صادقة وأوبة جادة وعزمة أكيدة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة الصادقة مما حصل من الإنسان، ثم العزمة الجادة الأكيدة على طاعة واستقامة لله عز وجل. عل الله أن يتقبل منا، وإننا لنسأل الله ونحن في أول يوم من هذا الشهر الكريم أن يتقبلنا في التائبين، وأن يتقبلنا في عباده المؤمنين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا وأن يعفو عنا، ونسأله جل جلاله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجزينا على ذلك خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يختم لنا بالصالحات
وأن يعفو عنا، إنه هو الجواد الكريم الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.